متابعي قناة ميد سبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. يتجدد اللقاء أصدقائي وحلقة جديدة من سلسلة ميد سبورت الأسبوعية حصاد الأسبوع، واليوم تشاهدون معنا إيطاليا تكتب التاريخ بالذهب، ومنتخب الجزائر يمشي على خطاها، أزمة بين حكيم زياش ومدرب المغرب، رونالدو يدخل موسوعة جينيس، ولهذا السبب القهري تمسك بالحصول على الرقم 7، مانزوكيتش وجع الملاعب، فضيحة في مباراة البرازيل والأرجنتين، وجوهرة برشلونة يرث قميص ميسي، كل هذا والمزيد فابقوا معنا. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. رقم تاريخي لإيطاليا، ومنتخب الجزائر يواصل رقمه القياسي بتعادله سلبيا مع سويسرا ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم. انفرد منتخب إيطاليا برقم تاريخي، حيث وصل إلى 36 مباراة متتالية دون أن يتعرض للخسارة، وهي أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ كرة القدم الدولية للرجال، محطما رقم منتخبي البرازيل وإسبانيا ب 35 مباراة. وبإفريقيا واصل المنتخب الجزائري تألقه ووصل إلى 28 مباراة متتالية بلا هزيمة فوزه يوم الخميس الماضي على جيبوتي بثمانية أهداف نظيفة، ليعزز رقمه القياسي بامتلاكه أفضل سجل متتالي بلا هزيمة في تاريخ كرة القدم الإفريقية. اعتزال مانزوكيتش. بعد مسيرة حافلة أعلن النجم الكرواتي اعتزال كرة القدم بعمر 35، وهو الذي كان قد برز في الدوري المحلي ببلاده قبل أن ينتقل إلى الدوريات الخمس الكبرى بارتدائه قميص فولفسبورغ عام 2010، ومنه انتقل إلى بايرن ميونخ الذي قضى معه موسمين قبل الرحيل إلى أتلتيكو مدريد لمدة موسم، ثم التواجد مع يوفنتوس لأربعة أعوام أنهاها بمغادرة أوروبا في تجربة قصيرة مع الدحيل القطري، ومن ثم العودة مجددا للقارة العجوز من بوابة ميلان آخر نادي لعب له قبل أن يصبح لاعبا حرا ويقرر الاعتزال. ومن أبرز إنجازاته التتويج مع بايرن بدوري أبطال أوروبا مرة، ومع يوفنتوس بالكالتشيو أربع مرات، إضافة لوصافة مونديال 2018 مع منتخب بلاده. وفاة مدافع فرنسا السابق. شهد هذا الأسبوع أيضاً وفاة جان بيير آدمز، مدافع منتخب فرنسا السابق عن عمر يناهز 73 عاماً بعد 39 سنة من دخوله في غيبوبة بسبب خطأ طبي، حيث كان قد حصل على جرعة تخدير كادت أن تودي بحياته خلال الخضوع لجراحة في الركبة عام 82، ما تسبب في تلف الدماغ. وكان آدمز صاحب الأصول السنغالية قد خاض 22 مباراة دولية مع فرنسا في سبعينات القرن الماضي، وكان يشكل ثنائية دفاعية مميزة مع زميله السابق ماريو ستريسور عرفت باسم الحرس الأسود. كما لعب آدمز مع عدة أندية فرنسية أبرزها نيم ونيس، إضافة لباريس سان جيرمان الذي ارتدى قميصه لموسمين في أواخر السبعينات. أزمة بين مدرب المغرب وزياش. البداية كانت باستبعاد مفاجئ لحكيم زياش من قائمة المغرب المستدعاة لخوض مواجهتي السودان وغينيا ضمن تصفية كأس العالم، وبسؤال وحيد خليل زيتش مدرب أسود الأطلس عن السبب أجاب قائلا: زياش أظهر خلال آخر تجمع للمنتخب سلوكا غير منضبط ولا يليق بحجم لاعب مثله، لأول مرة في مسيرة التدريبية أشاهد لاعب بالمنتخب يأتي إلى المعسكر متأخرا ولا يريد التدرب، قد تظاهر بأنه مصاب في مباراة غانا الودية مع أن الفحوصات الطبية أظهرت عكس ذلك وأن بإمكانه اللعب. لن أسمح بهذه التصرفات ما دمت مدربا لمنتخب المغرب، ارتداء قميص المنتخب شرف للجميع. ولم يتوقف الأمر عند تصريحات خليل زيتش، إذ قرر زياش الرد عبر حسابه بالإنستغرام وكتب: في المرة القادمة عندما تتحدث قل الحقيقة، مضيفا وجه المهرج في سخرية واضحة من المدرب البوسني. سر احتفال ستيرلينج. خلال فوز انجلترا على المجر برباعية نظيفة ضمن تصفيات كأس العالم، افتتح رحيم ستيرلينج التسجيل لمنتخب الأسود الثلاثة واحتفل بهدفه عبر إظهار قميص كتب عليه: سأحبك إلى الأبد ستيف غريغ. ليبدأ الجميع في التساؤل عن هوية الاسم الذي كشف عنه نجم مانشستر سيتي قبل أن تجيب صحيفة ذا صن على ذلك، مؤكدة أنها صديقة مقربة لستيرلينج تنحدر من مسقط رأسه جامايكا وتوفيت بشكل
الأسوية الأسبوع الماضي عن عمر 26 عاما فقط بسبب مضاعفات الجياحة الحالية. وبحسب ما ورد كانت تعاني من مرض نقص المناعة الذاتية، وحصلت على جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا وقت وفاتها. وكانت غريك سيدة أعمال معروفة وعضوا اجتماعيا وشعبيا في جامايكا، وتنحدر من عائلة شهيرة هناك بصفتها ابنة أخي المغني والمنتج دانس هول ريفسيان، ووالدها هو متسابق السيارات جاري غريغ، بينما شقيقها كايل سبيدي غريغ وهو أيضا متسابق. تأجيل مبارتي البرازيل والأرجنتين والمغرب وغينيا. في سابقة لم تحدث من قبل، اقتحم موظفو الصحة البرازيلية أرضية ملعب مباراة البرازيل والأرجنتين ضمن تصفيات المونديال بشكل مفاجئ بعد مرور 5 دقائق فقط من بداية المباراة، في محاولة منهم لمنع الرباعي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، بونديا، لوسيلسو وروميرو من استكمال اللقاء نظرا لقدومهم من المملكة المتحدة الموجودة في القائمة الحمراء للجائحة الحالية. وبررت الجهات البرازيلية موقفها بأن الأرجنتين أدخلت لاعبيها بوثائق صحية مزورة ولم يتم اكتشاف الأمر إلا عند انطلاق المباراة. واعتراضا على ما حدث، انسحب لاعبو التانجو من المباراة وقرر الحكم تعليقها، فيما أصدر الاتحاد الدولي بيانا رسميا أكد فيه أنه سيقوم بالاطلاع على تقرير الحكم ودراسة كافة المعلومات على أن يتم اتخاذ قرار بشأن المباراة في الوقت المناسب. ومن أمريكا الجنوبية إلى إفريقيا، وهناك قرر الكاف تأجيل مباراة المغرب وغينيا ضمن تصفيات المونديال أيضا، والتي كان من المقرر إقامتها الاثنين بالعاصمة الغينية كوناكري. وجاء القرار على خلفية الاضطرابات السياسية التي تشهدها غينيا جراء انقلاب عسكري والتي أجلت بسببها المباراة حفاظا على سلامة اللاعبين. رونالدو هداف المنتخبات. واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام القياسية، وذلك خلال مباراة منتخب بلاده أمام أيرلندا ضمن الجولة 4 من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم بقطر، حيث نجح رونالدو في تسجيل 2 في الوقت القاتل للمباراة ليقلب تأخر البرتغال ويمنح فريقه نقاط المباراة كاملة، كما بلغ رصيده 111 هدفا مع البرتغال ليتمكن من التفرد بالرقم القياسي كأكثر من سجل أهدافا دولية عبر التاريخ، حطم الرقم الإيراني علي دائي الذي سجل 109 أهداف لتقرر موسوعة غينيس للأرقام القياسية تكريمه على إنجازه الجديد. قميص ميسي يذهب لفاتي. جدل كبير أثير خلال الفترة الماضية حول الرقم 10 الخاص بالأرجنتيني ليونيل ميسي بعد رحيله عن الفريق إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، حيث نادت بعض الأصوات بضرورة حجب الرقم تكريما لأسطورية ميسي، ولم يكن النادي الكتالوني يمانع ذلك، إلا أن قوانين الليغا تمنع حجب الأرقام من 1 إلى 25. لتبدأ التكهنات والأخبار المتفرقة التي تفيد بأن واحدا من الثلاثي كوتينيو، أغويرو أو ديمبلي من سيرتدي الرقم قبل أن يحسم برشلونة ذلك الجدل مؤخرا بإعلان حصول لاعبه الشاب أنسو فاتي على القميص رقم 10 خالفا لليونيل ميسي. تبعات الميركاتو. انتهى الميركاتو الصيفي بشكل رسمي في الدوريات الأوروبية الكبرى، لكنه لا زال ممتدا في دوريات أخرى منها الدوري التركي. ولهذا السبب نجح نادي بشكتاش في الحصول على خدمات البوسني ميرالينبيانيتش على سبيل الإعارة لمدة موسم قادما من برشلونة، كما لم يتأثر اللاعبون الذين لا يرتبطون بأي ناد بغلق نافذة الميركاتو، حيث يحق لهم الانتقال لأي فريق، ومنهم راديميل فالكاو الذي انتقل إلى رايو فايكانو في صفقة انتقال حر لمدة موسم بعد انتهاء عقده مع نادي السابق غالاتا سراي. وهناك أيضا فرانك ريبيري الذي انضم مجانا إلى ساليرنيتانا الصاعد حديثا إلى دوري الإيطالي لمدة موسم، وربما يلحق به البرازيلي ديفيد لويس بشكل مجاني أيضا، حيث يحظى باهتمام النادي الإيطالي. على صعيد آخر، نجح مانشستر سيتي في تمديد فترة بقاء حارسه ديرسون مورايس بعد تجديد عقده حتى صيف 2026. رونالدو ينال مراده. بعد جدل استمر لأيام أخيرة، رونالدو يحقق مبتغاه وسيتمكن بشكل رسمي من ارتداء القميص رقم 7 مع مانشستر يونايتد بعد حصوله على موافقة استثنائية من رابطة البريمير ليج لأول مرة في التاريخ، حيث كان القميص بحوزة كافاني، وقوانين الدوري الإنجليزي تمنع تغيير أرقام اللاعبين بعد بداية الموسم، وكان الحل الوحيد هو رحيل الأوروغواياني أو الحصول على استثناء، وهو ما حدث بالفعل. والحقيقة أن حصول البرتغالي على الرقم 7 كان
كان أمرا شديد الأهمية بالنسبة له لأسباب عديدة، أهمها أنه ارتبط ارتباطا شديدا به منذ حقبته الأولى مع الشياطين الحمر، بعدما أقنعه سير أليكس فيرغسون بارتدائه لقناعته بأن رونالدو سينجح في السير على خطى أساطير الفريق الذين ارتدوا ذلك الرقم. وهناك سبب ثاني تجاري محض، إذ أن الرقم 7 صار جزءا من علامة رونالدو التجارية CR7 التي أطلقها عام 2014 في عالم الموضة والأزياء ولاحقا في مجال الفنادق، لذا فالتخلي عن الرقم كان سيكبده خسائر كبيرة. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.